مرحبا بكم في أكاديمية العطاء الطبية، وياكم دكتورة ساجدة عماد. حنشرح المحاضرة الأولى لمادة المصطلحات الطبية، فعنوان Lecture 1 المحاضرة الأولى هو General English. حناخذ بها بعض المصطلحات الإنجليزية. بالحقيقة المحاضرة الأولى هي مو مصطلحات طبية، يعني مو مصطلحات خصيصا طبية لغة لاتينية، إنما مصطلحات إنجليزية حناخذهن ونعرف معناهن. فعندنا هنا البارت 1 الجزء الاول اللي هو الملف الاول من المحاضره، منطينا عنوان Mapping the Brain Human، يعني تخطيط دماغ الانسان. البرين هيومن او الهيومن برين معناه دماغ الانسان. هنا منطينا مصطلحات. اول مصطلح هو الانالايز، بمعنى يحلل. شنو يعني يحلل؟ يعني يفصل الشيء، لما الشيء انفصل تفصيل معناها ده نحلله، فهو look at details of، النظر في تفاصيل الشيء المعين معناها هذا انالايز، تحليل. average، الافريج تجي بمعنى المعدل المتوسط. المعدل المتوسط منين طلع؟ مثلا عندنا قيمه عاليه وقيمه قليله، الوسط بين هنا، القيمه الوسط بين هنا هاي المعدل المتوسط. مثلا الناس عمرهم 10 سنوات اطفال وناس عمرهم 20 سنه، تمام؟ فالمعدل المتوسط لاعمار ذني الفئتين هي 15 سنه، او مثلا رقم 10 ورقم 12. شنو الرقم المتوسط بين الرقمين؟ هو رقم 11. فش نسمي رقم 11؟ average number، وهكذا. فالaverage هو المعدل المتوسط، او يجي بمعنى typical. typical يعني النمطي، يعني العادي، الشيء المعتادين عليه، اللي النمط السائد ايضا نسميه الaverage. behavior معناه السلوك، التصرف، تمام؟ يعني سلوك الشخص هو تصرفه، فهو اسم behavior، هذا معنى behavior. فهو way of acting، الطريقة اللي الشخص يتصرف بيها. The thing you normally do، الأشياء اللي طبيعيا أنت تسويها هو هذا سلوكك. Complex معناه معقد، الشيء المعقد اللي هو أصعب من الشيء البسيط. البسيط إنه في الشيء سهل، لكن لما يكون في الشيء أصعب منه حنسميه معقد، نسميه complex. فcomplex معناه complicated، يعني معقد مركب. فهو difficult to understand، من الصعب فهمه، يعني في الشيء أصعب للفهم، أصعب من الشيء البسيط. create بمعنى يخلق أو يصنع، يعني ينتج، يصنع، يخلق، هو معناه create. فالcreate معناه make، يصنع، أو start، يبدأ. شو وقت نقول إنه يتجي بمعنى يخلق؟ لما شخص ده يصنع في شيء جديد ما موجود سابقا، فهناك إنما ده يخلق هذا الشيء. بمعنى يصنع إذا في شيء ده يصنع أو ممكن موجود سابقا، فهذا ده يصنع، هذا معنى create. الفونكشن هو الوظيفة، الوظيفة، أي جزء من أجزاء جسم الإنسان إلى وظيفة معينة. مثلا الآيز، العيون، شنو وظيفتها؟ الفيجن، الرؤية. الإيرز، الإذانات، وظيفتها الهيرينج، السمع. التونج، اللسان، وظيفته السبيكينج، الكلام. فكل جزء من أجزاء جسم الإنسان إلى وظيفة معينة. لما نريد نذكر هاي الوظيفة شنو نقول؟ الفونكشن. الفونكشن معناها الوظيفة. البيربس، الغرض، الغرض من وجود هذا الشيء. أور سبيشالي duty، يعني فد مهمة معينة يسويها هذا العضو أو هذا الجزء، معناه هذه وظيفته. link بمعنى يربط، بمعنى يوصل، فهو connect يعني التوصيل، الارتباط. connection إذا كاسم يعني بمعنى يوصل أو الاتصال، يربط أو الارتباط. locate سامعين كلمة location؟ location هو الموقع، فlocate هو يحدد لنا الموقع، هو find the place، يعني يجد المكان، يحدد لنا المكان. عندنا كلمة possible معناها ممكن، يعني فد حدث ممكن يصير أو فد فعل ممكن يصير، يعني فد حدث إنه ممكن حدوثه أو فعل ممكن عمله. فهو that can happen ممكن ينعمل، ممكن يحدث. that can done ممكن ينعمل. وعندنا كلمة wonder معناه يتساءل. لما شخص يتساءل عن شيء معين شنو هدفه منه؟ انه يعرف هذا الشيء، فهو want to know، انه يريد يعرف، يريد يعلم، فيتساءل عليه. هذا الجدول هو كأنما ملخص أو إعادة لنفس الكلمات اللي ذكرناها. فهنا حتى تتعلمون البرونانسينيشن، يعني اللفظ مالتهن الصحيح. عندنا كلمة analyze يحلل، average المعدل أو النمطي، behavior السلوك، complex معقد، create يصنع أو يخلق، function الوظيفة، link يربط، locate يحدد الموقع أو يجد الموقع، possible ممكن، wonder يتساءل. حعيدهن هسا بس لفظ: analyze، average، behavior، complex، create، function، link، locate،
possible wonder. هذا السبيلينج مالتهم. فهسا حينطينا مثال لكل واحدة من ذني المفردات اللي تعلمنا معناها. أول مفردة هي كلمة analyze، واتفقنا معناها يحلل. يحلل يعني يشوف تفاصيل هذا الشيء، يعرف تفاصيل هذا الشيء، معناها هذا يحلله. look at details of، ينظر في تفاصيله. المثال هو researchers analyzed the results of the survey، يعني الباحثين حللوا نتائج البحث مالتهم. لما يجون مجموعة من الباحثين مثلا يروحون مدينة معينة يردون يبحثون عن الأمراض الشائعة بهاي المدينة، فهم حيحصلون نتائج من يجون يفسرون هاي النتائج ويعني يدققون بتفاصيلها ويحللوها، يحصلون على النتيجة اللي هم يردوها، يعني يحصلون على بحث حيقدموه للناس. فالريسيرشرز المباحثين يسووا analyze the results، حللوا فسروا فصلوا النتائج مال البحث of the survey. كلمة average تيجي بمعنى typical. typical يعني النمط أو المعدل. فهنا يقول لنا the average American has not even thought about the next year's election. يعني الأمريكيان العاديين، يعني كأنما يقول لنا الشعب الأمريكي تمام، أو أغلبية الأمريكان ما يعرفون بانتخابات السنة القادمة. The average of 10 and 12 is 11. يعني المعدل بين الرقم 10 ورقم 12 هو رقم 11. البيهيفر السلوك أو التصرف، way of acting الطريقة اللي الشخص يتصرف بيها، the things you normally do الأشياء اللي طبيعيا أنت تسويهن بالعادة. مثلا هنا منطينا مثال she complained of her boss's inappropriate behavior towards her، هي تشتكي من أنه سلوك المدير مالتها غير مناسب وياها أو غير مناسب باتجاهها. يعني المدير مثلا ده يتصرف وياها تصرف غير لائق بعصبية أو بتوبيخ، فهذا هنا هي ده تشكي من انه سلوك المدير غير مناسب اتجاهها. inappropriate behavior معناها سلوك غير مناسب. complex مثل ما اتفقنا شيء معقد، شيء صعب انه نفهمه انه نفسره، فهو complicating. having several connected parts and difficult to understand، يعني بعدة اجزاء مترابطة مع بعض بحيث صعب فهمه. مثال عليه الفوتوسينثيسيس is a highly complex process، عملية تصنيع الصور هي عملية معقدة، معقدة بدرجة عالية، highly complex process. create بمعنى يخلق أو يصنع أو ينتج، فمعنى make يصنع أو produce ينتج. مثل مثال منطينا some people believe that the universe was created by a big explosion، بعض الناس يعتقدون إنه العالم يعني الحياة الدنيا انخلقت عن طريق انفجار كبير. created يعني انخلقت by a big explosion عن طريق انفجار كبير، وهذا عكس اعتقادنا احنا الناس المسلمين. احنا نعتقد انه العالم الحياة الدنيا انخلقت عن طريق الاله، عن طريق الله. فاذا اريد هسه نعبر عن اعتقادنا شو نقول، we believe that the universe was created by a god، احنا نعتقد انه العالم انخلق عن طريق الاله. creative، creative هي الصفة مال create، create مو يصنع ينتج، فcreative هو الصفة انه هو الشخص الصانع، هو الشخص المبدع، هو الشخص المنتج. فهو being very good at using imagination، انه يكون الشخص جيد جدا باستخدام خياله to make new things or ideas، حتى يسوي افكار جديدة او اشياء جديدة. مثلا هنا أنا وحدة دي تقول للشخص آخر you are so creative، انت شخص جدا منتج. I could never make my own clothes، أنا ما أقدر أصنع ملابسي بنفسي. يعني هاي الملابس اللي نلبسها شلون انصنعت؟ عن طريق شخص مصمم أزياء، تخيل الأزياء وصممها ورسمها، وشخص ثاني نفذها اللي هو فصلها وخيطها. فدول الأشخاص جدا تقولهم you are so creative، أنتوا منتجين، أنتوا مبدعين، أنا ما أقدر أصنع ملابسي بنفسي. كلمة locate اللي هو يحدد الموقع، يجد الموقع، find the place، أو put or build in a particular place، أو يضع أو يبني في الشيء بمكان محدد. مثال we couldn't locate the source of the radio signal، احنا ما نقدر نحدد او نجد الموقع مال اشارة الراديو، يعني المصدر مال اشارة الراديو ما نقدر نحدد الموقع مالتها.
The shopping mall is located right in the center of town. مول التسوق يقع وين؟ يقع يمين مركز المدينة. فهنا لما نريد نقول انه يقع قلنا located، ولما نريد نقول موقع، موقع الاشاره مال الراديو قلنا locate the source. link بمعنى اذا اجانا كفعل verb فبمعنى connect، يربط، يربط او يوصل، تمام، يتصل. واذا اجانا كنون اسم فيجي بمعنى connection، الارتباط، اللي هو الاتصال. فمنطينا مثال: the computer is linked to the scanner. جهاز الكمبيوتر متصل بالماسح الضوئي مالته. فلما نراد يقول انه جهاز الكمبيوتر متصل شنو قال؟ قال linked. linked معناه متصل. there are a number of links between the two theories. عندنا نظريتين وبينهن اكو عوامل مشتركة، تمام؟ فدي يقول هنالك العديد من الاشتراكات، الارتباطات، الاتصالات بين النظريتين. فلما نراد يقول العديد من الارتباطات بين النظريتين شنو قال؟ links between the two theories. links possible بمعنى ممكن حدوثه. that could happen ممكن يحدث، or could be done او ممكن ينعمل، يعني كفعل ممكن ينعمل او كحدث ممكن يحدث. الكمبيوتر تكنولوجي makes it possible for people to work from home. تقنيات الكمبيوتر خلت من الممكن، جعلت من الممكن الناس انه يشتغلون من المنزل. يعني مثلا هسا احنا بدنا نشرح لكم المحاضرات واحنا باماكن ثانيه عن طريق تقنيات الكمبيوتر. اذا تقنيات الكمبيوتر جعلت الناس تعمل من المنزل، من الممكن أن تعمل من المنزل، يعني ما تروح لمكان عمل محدد. wonder يتساءل أيضا ممكن تجي كverb فعل بمعنى want to know، أنه يتساءل حتى يعرف، وممكن تجي كnoun اسم بمعنى التساؤل. التساؤل، والتساؤل هو feeling or of surprise. هو الشخص ليش يتساءل؟ أكيد لما يتفاجأ من شيء معين فيريد يعرفه فيتساءل عليه. مثلا يشوف فد بناية جدا جميلة ما كان متوقع أنه ممكن تصمم فيتساءل عليها. فأول مثال I wonder where panda lives، إنه شخص دي يتساءل إنه حيوان الباندا وين يعيش، فيقول I wonder where panda lives، إنه أتساءل وين تعيش الباندا. The sight of Taj Mahal filled us with wonder. المنظر مال هذه بناية اسمها تاج محل، أتوقع موجودة بالهند، خلتنا يعني جعلتنا مليانين بالتساؤل، تمام؟ يعني داخلنا الملا بالتساؤل إنه ده نتساءل wonder with wonder. function بمعنى وظيفة. إذا اجتي كverb فعل فمعناه work correctly، إن يعني هذا الجزء عمل الصحيح هو شنو، أو يعمل بشكل صحيح شنو. إذا كاسم noun فبمعنى هنا يفعل، يعني الوظيفة، يعني شنو، يعني شنو هذا الجزء يفعل أو يعمل. وإذا كاسم هي الوظيفة أو الواجب أو العمل مال هذا الجزء، فهو task الواجب أو duty الوظيفة. flights in and out of Taipei are functioning normally again. الطيران في داخل وخارج مدينة اسمها تابي بيعمل بصورة صحيحة مرة ثانية. functioning معناه يعمل. the nervous system regulates our bodily functions. الجهاز العصبي اللي هو nervous system ينظم عمل أجسامنا، ينظم عمل، يعني هنا بالاسم اللي هو العمل، فالفونكشنز عمل أجسامنا قال عليها bodily functions. الجهاز العصبي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي، يحتوي على خلايا عصبية اللي هو ينظم عمل جميع أجزاء الجسم. فهنا دا يقول لنا إنه الجهاز العصبي ينظم عمل أجسامنا، من قال عمل الجسم، تمام، قال bodily functions يعني وظائف الجسم أو عمل الجسم. لينا احنا خلصنا البارت 1 الجزء الاول من المحاضرة الاولى، هسا حنشرح البارت 2 الجزء الثاني اللي هو الملف الثاني من المحاضرة. an early brain map يعني خريطة عقلية بشكل مبكر. شلون صارت؟ throughout history يعني هنا منطينا مثل القصة، هاي القصة ذاكرنا بيها المصطلحات الانجليزية اللي اخذناها قبل شوية حتى نشوف شلون دي يجي معناهن. throughout history على مر التاريخ الـ human behavior seemed impossible to understand. تصرف الإنسان، سلوك الإنسان من غير الممكن فهمه، يعني سلوك الإنسان يبدو أنه من غير الممكن فهمه. teachers wondered
why some students were good at math but other students were not. فهنا المدرسين والمعلمين يتساءلون ليش بعض الطلاب أدائهم بالرياضيات جيد وبعض الطلاب لا، يعني بعض الطلاب أقوياء بالرياضيات شطار يفهمون وبعض الطلاب لا ما يفهمون أصلاً. People wondered why one neighbor was friendly but another was unfriendly. الجيران يتساءلون ليش واحد من جيرانهم ودود لطيف friendly وجيران آخر unfriendly غير لطيف غير ودود، يعني ليش هذا الفرق بسلوك الإنسان. Parents wondered why one child behaved and another caused trouble. الوالدين الأهل يتساءلون ليش واحد من أطفالهم مهذب سلوكه حسن behaved يعني مهذب صاحب سلوك حسن وآخر لا trouble caused trouble يسبب مشاكل يسبب متاعب. فهنا يتساءلون ليش هذا الفرق بسلوك الناس. In the early 19th century, a German doctor thought he could answer these complex questions. بالقرن التاسع عشر اجى دكتور ألماني اعتقد انه يقدر يجاوب هاي الأسئلة المعقدة. His name was Franz Joseph Gall. اسمه Franz Joseph Gall، حنصيح له دكتور Gall يعني حسب اللقب مالته. فالنيو ثيوري النظرية الجديدة اللي صارت شنو هي؟ دكتور جول believed that the brain was the source of human behavior. دكتور جول اعتقد انه سلوك الانسان مصدر مين جاي من الدماغ، يعني الدماغ هو مصدر هذا السلوك المختلف مال الناس. He thought it was possible to understand human behavior. اعتقد انه من الممكن فهم سلوك الإنسان شوكت if we understand how the brain function، إذا قدرنا نعرف إذا قدرنا نفهم شلون الدماغ ده يشتغل شلون الدماغ ده يعمل، يعني إذا قدرنا نفسر عمل الدماغ ونشوف الدماغ شلون ده يشتغل شلون يعمل حنقدر نفسر سلوك الإنسان. He believed that each area of the brain was linked to a certain behavior. فهو اعتقد انه كل منطقة محددة من الدماغ مرتبطة بما بسلوك معين بcertain behavior بتصرف معين. مثل شنو؟ such as bravery مثل الشجاعة، يعني فاعتقد انه الشجاعة مثلا مرتبطة بمنطقة معينة بالدماغ. Furthermore, Dr. Gall wondered أكثر من هذا أكثر من ذلك أيضا دكتور جولد تساءل if the functions of the brain created bombs، في حال إنه وظائف الدماغ صنعت ولدت أنتجت نتوءات on the person's skull، هاي النتوءات وين تكون موجودة؟ على الجمجمة مال رأس الشخص. فهو تساءل إذا وظائف الدماغ أو الدماغ واحدة من وظائفه ولدت نتوءات وهاي النتوءات كانت موجودة على الجمجمة مال الشخص. السكول هي الجمجمة عبارة عن شنو؟ عبارة عن عظام مغلقة تحيط الدماغ. فالسكول is the bone around person's head، الجمجمة هي العظام اللي تحيط رأس الشخص. if so في حال كان انه يعني هذا هو اللي صاير a doctor called learn about person's behavior by analyzing، في حال انه هذا اعتقاده هو الصحيح فهنا الدكتور حيقدر يتعلم يقدر يعرف عن سلوك الانسان من خلال تحليل هذه النتوءات by analyzing these bombs. He could analyze the location and size of the bombs، فهو يقدر يحلل موقع وحجم هذه النتوءات على الجمجمة on the skull. The bombs would tell the doctor about person's behavior. فهذه النتوءات حتخبر الدكتور حتنطي معلومات عن سلوك الإنسان عن سلوك الناس. دكتور جول began to test this idea. فهنا الدكتور بدأ شي يسوي بدأ يختبر هذه الفكرة مالته. First he looked at the heads of many people. فبالبداية بدأ ينظر بدأ يبحث بالرؤوس مال الناس. He located the bombs on their skulls. فبدأ يحدد يعني find the location find the place بدأ يحدد أماكن هذه النتوءات على الجمجمة مالتهم. He measured these bombs وبعد إيش سوى؟ يعني بدأ يطبق فكرته بدأ يبحث
ينظر برؤوس الناس، بدأ يحدد مواقع هاي النتوءات، وبدأ يقيس هاي النتوءات. ميجرد معناها يقيس، بدأ يقيس هذه البومز، هذه النتوءات. Then he asked the people questions about themselves. بدأ يجيب الناس عن أسئلتهم اللي حول أنفسهم. يعني كل إنسان مو عنده أسئلة حول نفسه، فهذا الدكتور بدأ يجيبها، يجيب عليها. He wanted to learn about their behavior. فهو أراد إنه يتعلم عن سلوكهم، يعني يتعلم حول سلوكهم، حول تصرفهم. He looked for a link between people's bombs and their behavior. فهو كان ينظر يبحث عن شنو؟ عن ارتباط بين النتوءات اللي موجودة وبين سلوكهم. Finally, Dr. Gall thought he could link every bomb on a human skull to a certain brain function. اعتقد انه يقدر يربط كل نتوء موجود على جمجمة الانسان بوظائف للدماغ معينة، بوظائف مخصصة للدماغ. He created a complex map of an average human head. فصنع، سوى فد خريطة معقدة لمعدل رأس الإنسان، يعني الـ average human head، لرأس الإنسان الطبيعي، لرأس الإنسان النمطي. The map had 27 areas. هاي الخريطة تحتوي على 27 منطقة. He labeled each of areas with a brain function. وهو حدد أشهر كل منطقة من ذني المناطق ويا وظائف الدماغ. Some of these functions were friendship, music, numbers, love of children, bravery, humor, and memory. بعض من هاي الوظائف اللي أشرها على خريطة الدماغ هي الصداقة، الموسيقى، الأرقام، حب الأطفال، الشجاعة، المزاح، يعني اللي هيومر معناها المزاح، حس الفكاهة، الميموري، الذاكرة. ذني كلهن من وظائف الدماغ، ذني كلهن أشرهن بمناطق معينة، يعني حسب المناطق اللي 27 منطقة بالخريطة اللي سواها. دكتور جول named this mapping of the human skull phrenology. وش سوى؟ أطلق اسم على هاي الخريطة اللي سواها، سماها phrenology. إذن الفرينولوجي هو شنو؟ هو the study of the shape of pupils heads، يعني دراسة أشكال الهد، الرأس مال الناس. To their character and abilities. ليش ندرسه؟ حتى نعرف صفاتهم وقدراتهم. فهو study of the shape of the pupil's head to know their character and abilities، حتى نعرف صفاتهم، خصائصهم، سلوكهم وقدراتهم. بعدها شنو صار؟ هذا بالبداية مثل ما اتفقنا، هذا كله عبارة عن new theory، نظرية جديدة. بعدين شنو اللي صار؟ the growth of phrenology، يعني تطور هذا الفرينولوجي. الفرينولوجي created great interest around the world. فهذا العلم مال الفرينولوجي اللي هو علم دراسة الرؤوس مال الناس، يعني الرأس مال الإنسان، حتى يعرفون صفاته وقدراته، خلق فد اهتمام واسع حول العالم. يعني الناس الباقيين، الدول، من سمعوا بهذا الشيء صار عندهم اهتمام انه يطوروه. Some people thought Dr. Gall's idea were wonderful. بعض الناس شافت، اعتقدت انه الفكرة مال دكتور جول هي فكرة رائعة، هي فكرة ممتازة، wonderful. They thought this phrenology map was a scientific way to understand human behavior. فهم اعتقدوا انه هاي الخريطة مال الفرينولوجي هي عبارة عن علم، scientific way، يعني طريق علمي لمعرفة سلوك الانسان. In fact، بالحقيقة، some people learned how to read head bombs. وبعض الناس بدأوا يتعلمون إنه شون يقرون الرأس مال الإنسان، دني النتوءات الموجودة به، يعني شون يقرون الهيد بومبز، نتوءات الرأس. They became phrenologists. فالشخص اللي يعرف يقرأ الهيد بومز شي يسموه phrenologist، يعني أخصائي بعلم الفرينولوجي، أخصائي بقراءة نتوءات الرأس. Customers، بعض الزبائن، went to them to have their head bombs analyzed. فصاروا بعض الناس، بعض الزبائن، يروحون الذول الفرينولوجيست، الأخصائيين، حتى يقروا لهم رؤوسهم ويحللوا لهم. They ask the phrenologist for advice about their lives. ويسألون دول الأخصائيين مال الفرينولوجي اللي هم الفرينولوجيست عن نصائح تخص حياتهم، حتى توصيات، نصائح لحياتهم. بعدها شنو اللي صار؟ phrenologist critics.
in contrast يعني بالعكس يعني على النقيض على العكس. Other people أكو ناس ثانيين made jokes about phrenology صاروا يضحكون على هذا العلم اللي يقرأ الرأس مال الإنسان حتى يحدد قدراته. Make jokes يعني يسوون نكات يضحكون على هذا الفرينولوجي. And head bombs يعني فكرة الفرينولوجي went into other rest. They loved at Dr. Gall and his idea فصاروا يضحكون على هذا الدكتور اللي مكتشفها وعلى فكرته. They didn't think phrenology was scientific فهم ما اعتقدوا انه الفرينولوجي هو عبارة عن علم. They said it was impossible to know a person's personality by analyzing head bombs فقالوا انه من غير الممكن من المستحيل معرفة شخصية الانسان من خلال تحليل نتوءات رأسه يعني person's personality شخصية الانسان by analyzing head bombs معناه تحليل النتوءات مع الرأسة تحليل الهيد بومز. In the early 20th century في بداية القرن العشرين the study of human behavior دراسة سلوك الإنسان became important to scientists أصبحت ضرورية أصبحت مهمة للعلماء يعني بداية القرن العشرين صارت دراسة سلوك الإنسان فشي مهم للعلماء يردون يتعلمون. They learned that head bombs could not explain how people behave فهم تعلموا إنه ذني نتوءات الرأس ما تقدر تشرح لنا شون الناس دي يتصرفون how يعني كيف. They looked for other explanation فصاروا يبحثون عن تفسيرات أخرى يعني نظريات أخرى صاروا يبحثون عن تفسيرات أخرى غير سالفة الـ head bombs. Soon everyone agreed that phrenology was not a science after all. بعد هذا الوقت يعني بمدة قصيرة قريبا الكل صار يتفق على أنه الفرينولوجي هو مو علم. It was only one man's attempt to understand human behavior هو فقط عبارة عن محاولة من رجل لفهم سلوك الإنسان. لهنا أنا خلصت هذه الستوري اللي منطينا إياها. هسا حألخص لكم إياها بشكل سريع اللي صار إنه الناس بدأت تسائل على مر التاريخ عن سلوك الإنسان. ليش أكو ناس شطار بمادة معينة مثل الرياضيات وأكو ناس كسلانين؟ ليش أكو ناس ودودين وأكو ناس العكس؟ ليش أكو أطفال مهذبين وأطفال يسببون مشاكل؟ هذا الاختلاف بسلوك الإنسان شنو مصدره؟ شنو هدفه باعتبار إنه كلنا بشر كلنا humans؟ فصاروا يتساءلون. فأكو شخص اسمه دكتور جاي. هذا الدكتور اعتقد إنه هذا الاختلاف بينتج من اختلاف وظائف الدماغ فصار يريد يتعلم يفسر سلوك الإنسان حسب نتوءات موجودة برأسه موجودة بالجمجمة. فهنا يعني الموضوع لقى اهتمام واسع وصار معروف عالميا وبدأوا يعني انه هو يحاول يطور نظريته. سوى خريطة هاي الخريطة تحتوي على 27 منطقة وكل منطقة تمثل وظيفة معينة من وظائف الدماغ وصار انه يشوف للناس يبحث عن الناس يقرأ لهم الهيد بومز مالتهم ويفسر سلوكهم. صاروا اكو ناس تانين يتعلمون شلون يقرون الهيد بومز واكو زبائن انهم يجوهم ويطلبون منهم توصيات ونصائح. بعدها اكو ناس تانين صاروا يضحكون على هاي الفكرة مال الفرينولوجي. الفرينولوجي هي عبارة عن دراسة الهيد بومز او الهيد هيومنز تمام رأس الانسان. الهدف من شنو هذا تعريفه لستودي مال شيب اوف بيوبلز هيد يعني الشكل مال راس الانسان. هدف منه انه نحصل الفايند الكاركتر والابيليتيز الصفات الخصائص والقدرات مال الناس. فاكو ناس صاروا يضحكون انه الفرينولوجي ما يقدر يفسر لنا البيهيفير ما يقدر يفسر لنا السلوك او التصرف مال الناس. واتفق بعدها بفترة قصيرة وعد بدايات القرن العشرين اتفق الجميع على انه الفرينولوجي مو علم. الفرينولوجي مجرد محاولة شخص حاول يفسر سلوك الانسان. هنا منطينا نقاط ويريد نحلهم اذا صحيحة او خطأ true or false. أول نقطة دكتور جول believed that the brain was the source of the human behavior يعني دكتور جول اعتقد انه الدماغ هو مصدر تصرف او سلوك الانسان صح true. He thought it was possible to understand behavior by measuring the human brain. هو اعتقد انه من الممكن فهم تصرف الانسان من خلال قياس وزن الدماغ تمام measuring قياس الhuman brain وزن الدماغ. هاي النقطة خطأ. هو اعتقد من خلال انه
يحصل يعني دني السكول بومبز اللي هنا نتوءات موجودات على الجمجمة، يشوف اللوكيشن الموقع والسايز مالتهن، وهون اللي يرتبطن بسلوك الإنسان. فمو من خلال قياس دماغ الإنسان، يعني مو يقيس وزن الدماغ وهو هذا اللي يعتقد إنه إلى ارتباط. هذه النقطة خطأ. He wondered if people would laugh at his ideas. هو تسائل إذا الناس حيضحكون على فكرته. خطأ، هو ما تسائل إذا الناس حيضحكون على فكرته، هو بالعكس هو تسائل إذا إنه شنو العلاقة، شنو الارتباط بين سلوك الإنسان وبين وظائف الدماغ. He wondered if people would love حلناها. He looked for a link between the size of person's head and his behavior. هو بحث عن ارتباط بين الحجم مال رأس الإنسان size of human head وبين سلوكه. هاي نقطة خطأ. احنا اللي قريناه انه هو بحث عن اللوكيشن الموقع والسايز مال الهيد بومز والارتباطها ويا البيهيبر، مو السايز، مو الحجم مال رأس الإنسان. يعني مو انه يقيس للحجم واللي راسه مثلا اصغر هذا سلوكه يختلف واللي راسه اكبر سلوكه يختلف، لا، حسب الهيد بومز. دكتور جول created a complex map of an average human head. هاي النقطة صح، هو سوى فد خريطة للأفرج هيومن هيد، لرأس الإنسان النمطي. The map showed the location of 27 brain functions. فالخريطة كانت بها 27 منطقة وكل منطقة ارتباط بوظائف البرين، فصح إنه location of 27 brain function. هاي النقطة صح. Customers went to phrenologists to have their head bombs analyzed. صاروا الزبائن يروحون الدول الأخصائيين اللي يقرون الهيد بومز اللي هم سميناهم phrenologists حتى يسووا لهم analyze، يعني تحليل للهيد بومز مالتهم. فهاي النقطة أيضا صح. RT3 الجزء الثالث، الملف الثالث من المحاضرة الأولى. ذاكرين نبي بعض الأكتيفيديز، يعني بعض النشاطات اللي نحلهم باستخدام نفس المصطلحات الإنجليزية اللي تعلمناها. شنو هاي المصطلحات؟ هي الأناليسز، حنعيدهن حتى تحفظوهن وياي. الأناليسز اللي هو التحليل أو يحلل، هنا جاي بمعنى الفعل. Average اللي هو المعدل أو النمطي. Behavior السلوك. Create يصنع. Complex معقد. Functions وظائف. Impossible من غير الممكن. Links اللي هي الارتباطات. Location الموقع. Wonder يتساءل. منطينا بين قوسين المرادف للكلمة اللي نخليها بالفراغ. فعدنا الستوري هي Ken was a 10-year-old boy who couldn't read. ولد عمره 10 سنوات اسمه Ken ما يقدر يقرأ. His teacher said he was intelligent. المعلمة مالته ذكرت، قالت انه هو كان شاطر، كان ذكي، كان intelligent يعني ذكي، clever، شاطر. But his classroom way of acting was a problem. لكن تصرفه وهو بالصف كان المشكلة. فشنو المرادف للway of acting؟ هي كلمة behavior معناها سلوكه بالصف هو المشكلة. His parents wanted to know what was wrong. فالأهل، أهله كانوا يتساءلون إنه شنو الخطأ. What was wrong؟ شنو اللي كان خطأ. فشنو المرادف لكلمة wanted to know؟ إنه يريد يعلم، هو wondered يتساءل. A doctor suggested that Ken have an MRI scan. فالدكتور اقترح انه كان يسوي اشعة اللي هي الرنين المغناطيسي، يعني سوى MRI scan اشعة الرنين المغناطيسي. The brain scan was made while Ken was trying to read a book. فالاشعة للاشعة علما للدماغ، اشعة الدماغ سووها واثناء ما كان كين يقرأ كتاب. Afterward, بعد ذلك, the doctor looked at the scan of the left half of Ken's brain. هنا الدكتور كان يشوف الجزء الأيسر، النصف الأيسر من دماغ كين. يعني إحنا الدماغ بجزئين أيمن وأيسر، فهو كان يشوف الجزء الأيسر اللي هو left half، النصف الأيسر من دماغ كين. This is the place of most language. لأنه هو هذا الموقع، المكان مال معظم اللغة. فالplace شنو المرادفة إلها؟ اللوكيشن. Language activities اللي هو هذا موقع معظم نشاطات اللغة. الactivities شنو معناها؟ معناها الfunctions، فهو موقع اللوكيشن مال معظم language functions مال معظم نشاطات وظائف اللغة.
three separate areas were related to the made of many parts task of reading. ثلاث أماكن مختلفة منفصلة ترتبط ويا مهمة القراءة، تمام؟ وهي المهمة اللي تكون متعددة الأجزاء. ف many parts معناها complex، complex task of reading. إذا مهمة القراءة هي مهمة معقدة إلها ثلاث أماكن منفصلة ترتبط بهاي المهمة المعقدة. The first focuses on the sound of words. أول منطقة تركز على أصوات الكلمات. The sounds of words معناها الأصوات مال الكلمات. The second area المنطقة الثانية examine detail of parts of words. تفحص تفاصيل، تمام؟ أو تبين تفاصيل أجزاء الكلمات. شنو المرادف للexamination of detailed of والanalyze؟ يعني معناها المنطقة الثانية وظيفتها تحليل أجزاء الكلمة. And connect sound to printed letters. وتربط الأصوات للأحرف المطبوعة. الأحرف المطبوعة الموجودة بالكتاب اللي هو ده يقرأ. فconnect معناها links. The third area links letters to words. والمنطقة الثالثة تربط الأحرف بالكلمات. يعني الأحرف تربطها مع بعض تجعلهم كلمات. And links words to ideas. وتربط الكلمات بالفكرة اللي يريد يوصلها الكتاب. الكتاب مكتوب بي أكيد الكتاب هدفها شيء معين. فإحنا هنا عندنا أحرف حنربطها تصير كلمات. والكلمات توصل لنا الأفكار. In typical brains, typical brains معناها الأدمغة، مجموع الدماغ، الأدمغة الطبيعية اللي هي المعدل المتوسط للأدمغة، والأدمغة مال النمطية المعروفة اللي هي الأفرج، الأفرج تساوي typical. الأفرج brain are three areas work together. هي ثلاث أماكن تعمل مع بعض. But Kin's scan showed the brain activity only in first area. لكن الأشعة مال كين مال هذا الولد شافوا إنه النشاط مال الدماغ موجود فقط بالمنطقة الأولى. There were no connections to the other two areas. وماكو اتصال مع المناطق الثنيين الأخريات. This made it not able to happen for Kin's brain to use the functions of other two areas. وهذا خلى كين غير قادر لا يستطيع إنه يؤدي وظائف، يعني وظائف مال المنطقتين الثانيات اللي ما موجود به النشاط بالأشعة. فذني المنطقتين الثانيات نشاطهن ما موجود بدماغ كين، فلذلك كين impossible for كين، يعني من غير الممكن لكين لدماغ كين إنه يؤدي يستخدم وظائف المنطقتين الثانيات. The doctor realized that Ken had dyslexia. فهنا الدكتور أدرك إنه كين عنده فد مرض اعتلال اسمه dyslexia. شنو معنى dyslexia؟ هي condition that make it difficult for someone to read and spell. فهي حالة تجعل الشخص بصعوبة أو غير قادر على القراءة والتلفظ، يعني spelling اللهجة. تقريباً about 20% of children have this reading disorder. 20% من الأطفال عندهم هذا الاعتلال مال القراءة، إنه ما يقدرون يقرون. There is no cure، ما إلى علاج. But reading experts، لكن خبراء القراءة، can make special lessons to help these children. إنه خبراء القراءة يقدرون يصنعون، يقدرون يسوون. make تساوي create. create يعني يصنع، يعني ينتج. فالدروس خاصة لهؤلاء الأطفال حتى يكونون أفضل، يعني قراءتهم تتحسن. become better readers. Ken began the lessons right away. فهذا كين الولد اللي حكينا قصته اللي عمره 10 سنوات بدأ بهاي الدروس مباشرة. and is already a better reader، وأصبح أفضل بالقراءة. فهنا الكلمات عرفنا شنو المرادف إلهن. إذا أنطونا المرادف نستخدم الكلمة. والقصة هي إنه كان ولد عمره 10 سنوات كان ما يقدر يقرأ، تمام؟ عنده مشكلة بالقراءة. فالمدرسة أو المعلمة قالت إنه هو كان شاطر، كان ذكي، بس المشكلة بتصرفه، بسلوكه مال، أو بتصرف الصف مالته. فالأهل ظلوا يتساءلون، راحوا دكتور. الدكتور اقترع إنه يسوي له أشعة دماغة. فلما سوى له أشعة دماغة، طبيعيا إنه الإنسان دماغه عنده ثلاث أماكن، three areas منفصلة مسؤولة عن العملية المعقدة اللي هي القراءة.
والسبيكينج الكلام، لكن هذا كان شافوا انه دماغه فقط بيها نشاط المنطقة الاولى، المنطقتين الثانية كان ما بيها النشاط، فكان من غير الممكن لكن انه يصير عنده الوظائف ما دنيش المنطقتين الثانيات. فهذه حالة مرضية اسمها ديسليكشي، يعني حالة دول الاطفال صارتهم صعوبة بالقراءة وبالسبيلينج، يعني انه لما تنطيش يقرأ ما حيقدر يحكي اللي دا يقرأ. وأكو نسبة 20% من الأطفال تصير عندهم هاي الحالة ما لها علاج، لكن أكو خبراء قراءة يسوون دروس خاصة يحسنون من قراءة هؤلاء الأطفال. هذه هي القصة. هسا عندنا أكتيفيتي ثانية اللي هي تقول لنا بيها يعني استخدم الربط اللي هو اللينك بين كل كلمة واللي وياها. يعني هنا مثلا كلمة reading القراءة، شنو تجي وياها؟ كلمة writing القراءة والكتابة، فنخلي reading ويا writing. كلمة disease اللي هو المرض، شنو يجي وياها؟ كلمة rates اللي هي الفئران، بعض يعني الفئران تسبب الأمراض، فالrates نخليها ويا disease. الcar accident حوادث السيارات ويا يا كلمة نخليها ويا كلمة speeding السرعة، لأنه السرعة زادت تؤدي إلى حوادث السيارات. كلمة winter ويا من نخليها ويا snow الثلج، لأنه بالشتاء يصير أكو ثلج، فالwinter ويا السنو الثلج ويا الشتاء. future earning يعني الدخل المادي الكسب المكسب المستقبلي، ويا من يرتبط ويا education التعليم، كل ما الإنسان يكمل تعليمه حيحصل على وظيفة والموقف حيزداد دخله المادي بالمستقبل، فيرتبطن مع بعض. الشو سايز العفو هو حجم الحذاء، ويا من يرتبط ويا الهايت ويا الطول، أكيد الشخص الأطول قدمه تصير أطول فحجم حذائه يختلف، والأقصر أقصر وهكذا، فحجم الحذاء أيضا يتناسب ويا طول الشخص. وعدنا good health الصحة الجيدة، ويا من نخليها ويا الاكسرسايز التمارين اللي هي الرياضة، دائما ينصحون الأكل الصحي والرياضة تحسن من صحة الشخص، فالgood health الصحة الجيدة ويا الاكسرسايز الرياضة. فهنا ده نجمع الكلمات اللي مو معناها متقارب، اللي يرتبطن مع بعض linked together. هنا منطينا انه امثله، مثلا انه the spanish language is linked between mexico and spain، شنو معناها؟ معناها اللغه الاسبانيه هي اكو بيها ارتباط بين اللغه المكسيكيه واللغه الاسبانيه، تمام، يعني بين المكسيكو والسبين، بين مدينتين مختلفات تطلع لنا اللغه الاسبانيه. some schools link reading and writing together in one class، بعض المدارس تربط تخلي ارتباط بين القراءه والكتابه انه جمعا سوى نفس الصف. reading computer screens for a long time is linked to headache، القراءة بشاشات الكمبيوتر لفترة طويلة ترتبط ويا حدوث الصداع، الهيدك معناها الصداع. البيهيفر السلوك، فهنا أنا منطينا أمثلة اللي هو Mrs. إنو was impressed by her daughter's behavior in the restaurant. أكو سيدة اسمها إنو، هاي كانت محرجة بسبب تصرف بنتها في المطعم. her daughter's behavior يعني تصرف بنتها in the restaurant في المطعم. my uncle went to Africa to study the behavior of elephants. دي يقول إنه عمي ذهب إلى أفريقيا لدراسة تصرف الفيلة. elephants معناها الفيل. to behave معناها to act in a certain way، يعني to behave حتى تتصرف، انه يعني ده تفعل في الشيء بطريقة معينة. فعدنا behaved كصفة، وعدنا ايضا ممكن تجي كظرف كadverb. فهنا مثل يونا was a well behaved little girl، لونا كانت فتاة صغيرة، well behaved يعني مهذبة، يعني خوش بنية خوش تتصرف، well behaved. A lot of the children we deal with are badly behaved. الكثير من الأطفال اللي نتعامل وياهم تصرفهم سيء، badly behaved. Parents often say to the child، يعني بالعادة الوالدين الأهل يقولون للطفل behave yourself، إنه ربي نفسك، إنه تصرف صح. ويسألوه why can't you behave، يعني ليش ما تكون مهذب، ليش ما تتصرف صح. تمرين دي ده يطلب انه نسوي ماتش، يعني ربط the behavior on the left، هنا بالليفت ذاكرنا ال behavior السلوك او التصرف، with the description on the right وبجهة اليمين ال right ذاكرنا ال description الوصف مال هذا السلوك، وبعدها
one person reads the behavior and the other responds with the, يعني إنه ده يقول شخصين, واحد يقرأ behavior واحد يقرأ description. فأول description عندنا جمال sat quietly through the concert, إنه شخص اسمه جمال جلس بهدوء طول المؤتمر. فهنا شلون نوصف السلوك مالته؟ he was well behaved, إنه هو كان خوش سلوك خوش تصرف. ثاني نقطة, جمال shared his ice cream with his sister, جمال شارك الايس كريم مالته ويا اخته. فهذا السلوك شلون نوصفه؟ نقول he behaved generously, يعني تصرف بكرم, انه انطى الايس كريم لاخته شاركها وياه فتصرفه بكرم. جمال thanked his grandmother for the present, جمال شكر جده مالته على الهدية اللي انطته اياه, يعني شكر جدته على الهدية. فهنا تصرفه شنو؟ he behaved politely, تصرف بادب. جمال didn't say a word all day, جمال ما تكلم ولا كلمة طول اليوم. فهذا التصرف شنو؟ غريب. شلون نوصفه؟ نقول his behavior was strange, تصرفه أو سلوكه كان غريب. جمال argued with his father, فجمال تجادل مع والده, يعني تجادل انه نقاش يكون حاد, نقاش يكون بعصبية بغضب. فهذا التصرف شو نسميه؟ تصرف سيء. he behaved badly, تصرف بشكل سيء. جمال held the baby on his lap, اخذ الطفل وخلاه بحضنه. فهذا التصرف شنو؟ شلون نوصفه؟ his behavior was gentle, تصرفه كان بلطف, بلطف gentle معناه kind, لطيف. هذا الاكتيفيتي to wonder something is to want to know, دي يقول لنا انه تتساءل على شيء معناه انه انت في شيء تريد تعرفه شنو. something that you do not know, يعني في شيء انت اصلا ما تعرفه وتتساءل عليه. it can be used about past, present or future events, فهاي الكلمة نقدر نستخدمها للتعبير عن الماضي الحاضر والمستقبل. it's usually expressed by I wonder followed by whether or if, بالعادة تبدي ب I wonder أتساءل وبعدها كلمة whether إذا أو if هم أيضا معناها إذا. ف I wonder if she received my email this morning, أنا أتساءل إذا هي استقبلت استلمت الإيميل اللي دزيت لها هذا الصباح. I wonder whether the library will be open tomorrow, أنا أتساءل إنه المكتبة حتكون مفتوحة باكر أو لا, يعني أتساءل إذا المكتبة مفتوحة أو يعني مفتحة tomorrow غدا. To wonder can also be used with question words, notice the subject verb, يعني دي يقول انه موقعها يختلف, ممكن تكون كالفاعل او الموضوع. I wonder who won the game yesterday, انا اتساءل انه منو اللي فاز باللعبة البارحة. I wonder where my book is, انا اتساءل وين كتابي. I wonder where we are eating dinner, انا اتساءل وين حنتعشى اليوم, وين حناكل العشاء مالتنا. As a noun, كاسم هنا شو نستخدمه؟ express a feeling of surprise and admission, يعني توصف لنا الشعور بالمفاجأة. In wonder as the baby horse stood up, احنا شاهدنا بغرابة بدهشة انه شلون الحصان يعني اللعبة مال الطفل ده تكون واقفة. The computer is a wonder of modern technology, الكمبيوتر يعتبر هو الغرابة مال التقنية الحديثة, تمام, مال العصر الحديث. The adjective إذا تجي بمعنى صفة ال wonderful, تمام, معناها very good, معناها رائع. I had a wonderful time, معناها أني قضيت وقت رائع. The movie was wonderful, معناها الفيلم كان رائع. No wonder is a common expression that means I'm not surprised that. ف no wonder هو تعبير شائع معناه انه اني ما استغربت, يعني اني ما تفاجأت بهذا الشيء. I haven't had breakfast yet, no wonder I'm so hungry, اني ما تريقت, تمام, ما تريقت نهائيا, فما استغرب انه اني حاليا جوعانة. No wonder it's so warm in here, the air conditioner is off, السبلت المكيف مال الهواء متوقف يعني مغلق, فماكو استغراب انه جو هنا حار. فهنا تجي no wonder بمعنى I'm not surprised, يعني انا ما متفاجئ ما مستغرب ما مندهش لانه اكو فد سبب اعرفه. Here
there are some questions you might still have about brain mapping. هنا أكو بعض الأسئلة اللي ممكن تكون موجودة حول الخطة أو الخريطة مال الدماغ. In your notebook, write 5 sentences that include a form of wonder. فهذا يقول إنه اكتب 5 جمل تحتوي على صيغة wonder. Use these ideas or add your own. فاستخدم هاي الأفكار أو خليه من أفكارك الخاصة. فهنا مثلاً منطينا مثال. Does anyone still believe in phrenology? فهنا يريدنا نجاوب بصيغة الwonder. يعني نستخدم المفردة مال wonder إنه تساءل. فده يقول إنه هل أي شخص يصدق يؤمن بالفرينولوجي بهذا العلم مال إنه قراءة الرأس مال الإنسان؟ I wonder if anyone still believe in phrenology. فأنا أتساءل إذا كان أي شخص لحد الآن يصدق بالفرينولوجي. What does phrenology mean؟ شلون نتساءل عنه؟ I wonder what phrenology mean. Does the average doctor have an MRI scanner؟ يعني هل الدكتور عنده الفحص مال الرنين المغناطيسي للدماغ؟ I wonder if the average doctor have an MRI scanner. يعني فنبديها ب I wonder. Is it possible to go online to see a brain map؟ هل من الممكن انه عن طريق النت عن طريق الاونلاين نشوف الخريطة مال الدماغ نشوف البرين ماب؟ I wonder. فشلون حتكون الجملة؟ I wonder اتساءل if possible to go on internet and see brain map. يعني نبدي الجملة ب I wonder ونكمل نفس المكتوب. Who invented the MRI scanner؟ منو اخترع هذه الاشعة مال الرنين المغناطيسي؟ I wonder who invented the MRI scan. Are animal brains as complex as the human brains? هل أدمغة الحيوانات معقدة نفس تعقيد أدمغة الإنسان؟ I wonder if animal brains. وأكمل الجملة. How are men's and women's brains different? كيف الأدمغة مال الرجال والنساء تختلف؟ يعني أكو فرق بين الدماغ البرين مال الرجال أو المرأة؟ فهنا نقول I wonder how brains of men's and women's different. أو I wonder how men's and women's brains different. يعني مو المشكلة الصيغة، الصيغة هي نفسها، المشكلة إنه لازم أعرف شو وقت أخلي كلمة I wonder. أنا أتساءل لما عندي سؤال أقدر بدل ما أكتب السؤال أكتب I wonder، تنطي نفس المعنى. يعني الصيغة الاستفهام والسؤال أقدر أحولها إلى جملة عادية بس تبدي ب I wonder فمعناها هذا سؤال، أني أتساءل. هنا منطينا الكريتر والكريشن والكريتيفيتي كاسم، والكريت كفعل، والكريتيف كصفة. فto create something is to make something new or cause something new to happen. مثل ما ذكرنا انه يعني ده تصنع في شيء معناها ده تصنع في شيء جديد او تخلي في شيء يحدث. يعني artists create beautiful picture for us to enjoy. الرسامين الفنانين ده يصنعون لوحة جميلة حتى نستمتع بها. Carol's job is to advise employers about culture issues that sometimes create problems. الوظيفة مال هذه البنية اللي اسمها كارا انه تنصح الموظفين حول القضايا الثقافية cultural issues اللي بعض الاحيان تسبب مشاكل، تخلق مشاكل، تولد مشاكل، تصنع مشاكل، كلها نفس المعنى. create problems معناها تولد مشاكل، معناها تصنع مشاكل، يعني هذه الوظيفة تصنع مشاكل. The person who makes something or causes something new to happen. الشخص اللي دا يصنع هذا الشيء، اللي دا يخلق هذا الشيء، اللي دا ينتج هذا الشيء، شو نسميه؟ The creator، الصانع، اللي هو يصنع الأشياء الجديدة. The new thing، الشيء اللي ينصنع، شو نسميه؟ نسميه The creation، تمام؟ اللي هو المصنوع، اللي هو المخلوق، اللي هو المنتج، نسميه The creation. إذن create هو الفعل، وcreator هو الصانع مادة، والcreation هو النتيجة اللي هو هذا الشيء المصنوع. Walt Disney was the creator of many familial cartoon characters. شخص اسمه Walt Disney هو الصانع مال العديد من الشخصيات الكرتونية المشهورة. His creations الصناعة مادة are known all over the world، معروفة على مستوى العالم. A person who has many new or unusual ideas. الشخص اللي عنده الكثير من الأفكار الجديدة أو الأفكار غير المعتادة، شو نسميه؟ نسميه the creative. The creative يعني المبدع، الصانع، الخالق. Someone who finds a new or unusual way to do something. فهذا الشخص يجد طريق جديد، طريق غير معتاد إنه يسوي به هاي الأشياء اللي
to be doing it creatively. شلون يسويها؟ يسويها بطريقة مبدعة، بطريقة creatively. Mother always found creative ways to use leftover foods. مثال عليها، الأمهات دائما تجد طريقة لأنه يعني تطبخ الأكل المتبقي، يعني تصنع وصفات، تصنع طرق من الأكل المتبقي. ففاوند كرييتيف ويز، يعني تجد طرق مبدعة، طرق تصنع بيها الأكل الطعام المتبقي. She often makes meats and vegetables creatively to make delicious soup. فهي بالعادة تخلط، تمزج بين اللحوم والخضروات حتى تصنع حساء لذيذ بطريقة مبدعة، بطريقة خلاقة. هنا يقول لنا ارجع عيد كتابة هذه الجمل يعني بدفترك with the form of create in parentheses، يعني باستخدام كلمة create. تمام؟ فهنا أول جملة مثلا، إنه هذا الشخص فيدريكو غارسيا لوركا created many plays، يعني هذا الشخص صنع العديد من الألعاب. فهو شو يعتبر؟ يعتبر creator، يعتبر الصانع. فش حنقول؟ نقول إنه هذا الشخص اللي هو الفيدريكو، الفيدريكو was the creator of many plays، يعني الصانع للعديد من الألعاب. ثاني جملة عندنا، people admire the things he created، الناس ينعجبون، يحبون الأشياء اللي هو دا يصنعها. فيريدنا نستخدم كلمة creation اللي هو creations، يعني الشيء اللي صانعه. فنقول his creations، يعني هذا الصناعة مالته، the people admire it، الناس تنعجب بها. ثالث جملة، they thought his ability to create was amazing، هم يعتقدون انه قدرته على الصناعة، على الانتاج، على الخلق كانت amazing، يعني amazing رائعة. فيريدنا نستخدم كلمة creativity، فنقول the creativity of him was amazing، يعني صناعته، انتاجه كان عظيم، كان رائع. نقطة رابعة، people thought his plays were filled with unusual ideas، الناس تفكر انه العابه مليئة بافكار غير اعتيادية. فحنقول his plays were creative، يعني his plays العابه كانت creative، كانت مبدعة، كانت منتجة. بدل unusual ideas استبدلناها بcreative. نقطة الخامسة، لوركا was also the creator of many poems، هاي ابنية أو شخص اسمها لوركا كانت الصانعة لمعظم الشعر، يعني اللي دا تنتج معظم الشعر. فحنقول لوركا created many poems، صنعت انتجت، تمام، ولدت، خلقت، كل نفس المعنى، معظم أو الكثير من الأشعار. فإحنا حنستخدم الكلمة اللي بين الأقواس ونخليها بجملة بحيث تعوض عن معناها اللي هنا، يعني هنا الـ creations تعوض عن الـ things he created، الـ creativity تعوض عن الـ ability to create، الـ creative تعوض عن الـ unusual idea، والـ created تعوض عن الـ creator of many. لهنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة. Thank you for your listening.